أهلا بكم. مع إقرار أعلى موازنة سنوية في تاريخ العراق بقيمة نقدية تتجاوز 200 تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 140 مليار دولار، تكون موازنة العام 2023 قد تضمنت أكبر جزء تشغيلي بنحو 80 تريليون دينار وسعر برميل نفط ب70 دولار. ويؤكد المختصون أن الحكومة ستكون أمام حرج كبير بسبب افتقارها للبدائل المالية إذا ما انخفضت أسعار النفط العالمية، لا سيما مع ارتفاع رواتب موظفي القطاع العام من 42 تريليون دينار إلى 60 تريليون، ما يعني إرهاقا وضغطا كبيرا على الموازنة العامة الجديدة في ظل عدم وجود موارد مالية أخرى غير النفط لدعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي. كما أن حجم العجز المالي في هذه الموازنة والذي يقدر ب 121 تريليون دينار يخالف قانون الإدارة المالية النافذ والذي يوجب أن لا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. الموازنة العامة الجديدة والانتقادات الاقتصادية التي تواجهها والذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية. لماذا يقول الاقتصاديون إن موازنة العام 2023 لن تنجو من المشاكل والاختلالات نفسها التي اعترت كل الموازنات المالية السابقة بعد العام 2003؟ وكيف ستعظم الحكومة الإيرادات المالية العامة وعدم إرهاق والتعهد بعدم إرهاق كاهل المجتمع العراقي كما تقول الموازنة الجديدة؟ وما الذي سيقدمه صندوق التنمية الحكومي الجديد للتخلص من تركة الفساد الهائلة والبطالة وتردي الخدمات العامة؟ وهل فعلا ستكون للحكومة في هذه الموازنة القدرة الكافية على مواجهة الصدمات النفطية في الأسعار كما ورد في هذه الموازنة؟ ضيوف الطاولة رافع الفلاحي، هداب فالح الكبيسي، زياد الهاشمي. أقرت الحكومة الحالية الموازنة المالية الجديدة لمدة 3 سنوات لأول مرة في العراق منذ عام 2003، حيث كانت الموازنات المالية تعد لمدة عام واحد وترسل للبرلمان للمصادقة عليها في السنوات الماضية. تعثر إقرار الموازنة المالية نتيجة الصراعات السياسية والإنفلات الأمني في العراق. وبحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الموازنة الحالية يبلغ نحو 140 مليار دولار، الجزء التشغيلي منها بأكثر من 150 تريليون دينار، في حين تبلغ الموازنة الاستثمارية نحو 47 تريليون دينار، أما العجز فهو بحدود 63 تريليون دينار، حيث وضعت الحكومة سعر 70 دولاراً لبرميل النفط. وهي خطوة قُبلت بانتقاد الأوساط الاقتصادية التي تعتقد أن هذا السعر يحمل مخاطر كبيرة لا تنسجم مع قانون الموازنة واقتصاد العراق الريعي المعتمد بالكامل على النفط فقط. وكان رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني قد قال إن إقرار الموازنة ب3 سنوات خطوة مهمة لدعم الاستقرار المالي، لكن الخبراء الاقتصاديين والنفطيين كان لهم رأي مختلف يتلخص في أن هذه الموازنة ستدخل في مسار حرج إذا انخفض سعر النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل، عندها لن تكفي الإيرادات سوى رواتب الموظفين والرعاية. كما يقول هؤلاء الخبراء إن الموازنة الحالية جاءت مخيبة للآمال عندما وضعت سعراً افتراضياً لبرميل نفط 70 دولاراً، بينما تبيع الحكومة النفط بأقل من ذلك. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الموازنة العامة الجديدة التي أقرت مؤخراً والانتقادات الاقتصادية والمشاكل التي تعتريها بحسب هؤلاء الاقتصاديين. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وستكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتورة هدى فالح الكبيسي الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، وسيكون معنا عبر سكايب من لندن
زياد الهاشمي الخبير والباحث الاقتصادي. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله ومرحبا. نبدأ مع ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور رافع الفلاحي. دكتور، الموازنة، موازنة 2023 قيل أنها الأضخم في تاريخ العراق بعد عام 2003، يعني بقيمة نقدية تجاوزت الآن دكتور رافع يصحح لي 151 مليار دولار، وهي أيضا لثلاثة سنوات. هل هذا إنجاز حكومي يحسب للحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. وهم يعني أساتذة اثنين متخصصين في الاقتصاد. أنا سأتكلم عن الجانب السياسي. نعم. فيما يخص الجانب السياسي أقول أنه يعني عندما تعد موازنة وتقرأ موازنة، تعد الموازنة عدت وقرأت ما كتب في هذه الموازنة والمقدمة، تقول فيها وزيرة المالية التي قدمت الموازنة للحكومة واعتمدتها الحكومة، تقول أنه هذه الموازنة الاتحادية تمثل المرآة العاكسة لأولويات الحكومة، لبرنامجها، ترجمة عملية لسياساتها وبرامجها وما تريد تحقيقه للمجتمع خلال السنة المالية. نقطة رأس السطر هذا. نعم. وعندما تقرأ في نفس الموازنة تقرأ أنه ما هو برنامج الحكومة، يعني ماذا تريد الحكومة هي حتى تحقق لي الموازنة، تقرأ أنه النقطة الأولى توفير السلع بالكم والنوعية المناسبتين، هكذا يقولون، وهذه توفير السلع بالكمية والنوعية المناسبتين، نحن بلد مستهلك، تحول إلى بلد مستهلك بعد أن كنا نصنع ونزرع، لا يعني لا بضاعة لدينا، لا سلعة لدينا عراقية، ليس هناك سلع عراقية، نحن بلد مستورد نعتمد على الاستيراد، وأسعار هذه السلع تحكم بها التجار، تحكم بها ميليشيات، تحكم بها عصابات ومافيات تستورد من الخارج، وهذه أسعار الخارج قد تفرض عليهم، نوعيتها، شكلها، هذا شكل آخر. إذن هذه من البداية كذبة كبيرة لا يمكن للحكومة أن تطبقها، خاصة في ظل غياب الرقابة النوعية وغياب السلطة القادرة على التحكم بالسوق العراقي بكل تفاصيله. النقطة الثانية تقول أنه برنامج الحكومة مكافحة الفساد، كيف يمكن مكافحة الفساد وإحنا طوال الحكومات السابقة من 2020 من 2003 لحد الآن 20 سنة الفساد مؤسسة كاملة، الكل يخدمها، الكل يدافع عنها، وما شاهدناه بالفترة الأخيرة من أحاديث عن الفساد هي مجرد يعني نماذج بسيطة لشخصيات أو لدرجات وظيفية سابقة لا يساوون شيئا. من يريد، وربما تحدثت في هذا الموضوع سابقا، من يريد أن يعالج الفساد مثل السلم، يبدأ من أعلى السلم ومن تحت السلم ينظف الفساد. فلدينا أحزاب وقوى ما زالت هي المتحكمة وهي التي رشحت الحكومة، التي ترعى الحكومة، كلها فاسدة والشعب يتهمه. فهذه قضية أخرى أيضا غريبة، معالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل، كيف تعالج البطالة وفرص العمل وأنت لديك سنويا يدخل إلى سوق العمل في العراق ما يزيد عن 750 إلى 800 ألف من الطالبين للعمل، 350 دكتور اسمعني، خلينا نأجل هذه النقطة لأنه الحقيقة نناقشها. لا فقط أكمل فقط النقاط التي هم يريد في البرنامج مالتهم، فهذه واحدة من النقاط. لا يمكن وأنت مع مرور السنين هذه تزداد البطالة، تتضخم. النقطة الأخرى اللي يعني واسمح لي، دعم الفئات الفقيرة الهشة بمبالغ، وهذه لا يمكن، أنت أمام زيادة السلع، زيادة أسعار السلع، التضخم، أنت كيف يمكن أن تدعم هذه الفئات الفقيرة التي لا تمتلك سكن، لا تمتلك قدرة على الحياة، لا تمتلك أي شيء، عاشية ثلاثة أرباعهم يعيشون في العشوائيات وتحت خط الفقر. والنقطة الأخيرة، النقطتين الأخيرة، إصلاح القطاع الاقتصادي والمالي، الزراعة والصناعة، وهذه كذبة كبيرة، إحنا لا زراعة ولا صناعة عندنا، والآن عندنا التصحر وعندنا مصيبة كبيرة في الزراعة وعندنا مصيبة كبيرة بالصناعة ولا أحد يرعاها 20 سنة. لذلك الحكومة أنشأت ما يسمى صندوق التنمية ضمن هذه. نعم. الموازنة لمعالجة هذه القضايا. دكتورة هداب مساء الخير. مساء الخير عليك أستاذ ماجد وعلى ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. دكتورة، في الموازنة تقول الحكومة أنها ستعظم الإيرادات المالية العامة وتعهد بعدم إرهاق كاهل المجتمع العراقي كما جاء في الموازنة، هل ثمة فرصة أمام الحكومة إمكانية
لتعظيم الموارد المالية من دون إرهاق أو تحميل المجتمع العراقي حمل أو عبء ما؟ نعم أستاذ ماجد، هي الأمور يعني هي بتأخذ بالشكل التالي: إذا كانت الدولة تمتلك زمام الأمور وبالتالي تستطيع السيطرة على كل الأحوال، ممكن أن تعمل على تعظيم مواردها، لأن هنالك موارد مالية كثيرة غير محسوبة في هذه الموازنة، على الرغم من وجود فقرات إلها ولكن لم تذكر كرقم أو كمقدار كم ستحقق هذه الجهات أو الجوانب اللي ممكن حعددها. بمثلا هنالك يشار إلى آخر تصريح للوزير المالية الأسبق اللي هو دكتور علي علاوي، أشار إلى أنه هنالك كثير أموال لا تدخل إلى خزينة الدولة، وبالتالي كان من الممكن أن نعمل على تعظيم الموارد المالية بالشكل التالي: هنالك واردات ضرائب للحكومة تدخل بما مقداره 5 مليارات دولار ولكنها لا تدخل إلى خزينة الدولة، هنالك دوائر المرور هذا الرقم اللي يجي من عندها هو حوالي 4 مليارات دولار لا تدخل إلى أيضا خزينة الدولة، بالإضافة إلى وزارة النقل بما يخص النقل الجوي والبري ودخول ومرور الطائرات عبر سماء العراق إلى آخره، هنالك رقم أكثر من نصف مليار دولار يدخل من هذه المنظومة ولكن أيضا لا يدخل للخزينة الدولة. تعظيم آخر للموارد: البيع محصول الحنطة حوالي 3-4 مليار دولار أيضا لا يدخل في موازنة الدولة. واردات أمانة العاصمة يعني هنالك مبلغ يدخل حوالي 7 مليار أيضا لا تدخل في خزينة الدولة. مبلغ آخر اللي هو المنافذ الحدودية حوالي 8 مليار دولار لا تدخل أيضا لخزينة الدولة. بين هذا وذاك حوالي مليار و242 وشوية أكثر مليون دولار، يعني هذا يخص المشتقات النفطية التي يتم بيعها أيضا لا يدخل ضمن موازنة الدولة. هذا الرقم بمجمله إذا كورناه وكله يعني يصير حوالي 29 مليار دولار، فأكيد الدولة تستطيع أن تعمل على تعظيم مواردها الاقتصادية والمالية إذا انتبهت على هذه الجوانب وهذه المواقف. هذه الأبواب، هذه الموارد اللي عددتيها الآن يعني جنابي، نعم، لماذا لم تدرج ضمن الموازنة العامة برأيك؟ نعم، هي هاي النقطة الأساسية جدا مهمة، لم تدرج ولم تكتب ولكن ذكرت بعض منها بشكل متداخل مع الفقرات الأخرى المذكورة، لأن هذه عادة يقال أو يشار أن الدولة لا تستطيع أن تسيطر على هذه الموارد المالية، هنالك جهات أخرى هي التي تعمل السيطرة عليها، وبالتالي لذلك أنا بدأت كلامي وذكرت أنه إذا الدولة تمتلك زمام الأمور فتستطيع نعم أن تعمل على تعظيم مواردها المالية بواسطة هذه الجوانب التي تم ذكرها، وبالتالي تستطيع أن تحقق حوالي 30 مليار دولار من هذه الفقرات التي ذكرتها. نعم. يعني هناك هدر 30 مليار. نعم. هدر من أموال الدولة العراقية. نعم. مشكلة. نعم، هذا الهدر لم يستخدم بشكل صحيح، يعني نقدر نقول من 2003 إلى يومنا هذا، وبالتالي أكيد اختلف وازداد عبر العشرين سنة، وبالتالي اختلف أيضا الأقيمة إلى بالسعر الصرف إلى آخره، ولكن هذا محسوب يعني في الفترة الحالية، محسوب ضمن سعر الصرف حتى الحالي، يعني أنا حسبته، وبالنتيجة أنه توصلت أنه هذا المقدار هو حوالي 30 مليار دولار، هي غير محسوب من الموازنة، ومثل ما ذكرت حضرتك بالتقرير الموازنة اللي هي تقريبا حوالي 150 إلى 151 شوي أقل حسب سعر الصرف أيضا، يعني هذا الكم كلته اللي وضعوه في الميزانية اللي هو يشمل التشغيل والاستثمارية ولكن لا تدخل هذه الأرقام من ضمنها، أي أن هذه الأرقام تم استبعادها واستخراجها من منظومة الموازنة لعام 2023، لأنه لحد الآن الدولة لا تعمل أو لا تستطيع أن تحصر جباية هذه الأموال من هذه الجهات. نعم. مساء الخير أستاذ زياد. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ ماجد. أهلا وسهلا. هناك من يقول من الاقتصاصيين طبعا والاقتصاديين أن الحكومة
بإقرارها أو اعتمادها موازنة عامة لثلاثة سنوات الحقيقة فيها شيء من المجازفة والمقامرة، وأنت من يقول بهذا القول، لأنه الموازنة السنوية تكون فيها دقة أكثر من ثلاثة سنوات. تعتقد أن هذه الموازنة تنطوي على مقامرة أو مجازفة خطيرة؟ نعم، تحية مجددا لك أستاذ ماجد ولل يعني الأخوة الضيوف ومشاهدي القناة. بالتأكيد أنا أعتبر هذه الموازنة استهلاكية بامتياز، وفيها مخاطرة وفيها مقامرة وفيها مجازفة. الحقيقة نحن نتحدث عن أرقام فلكية في هذه الموازنة، تركز بشكل رئيس على جانب استهلاكي، على جانب القطاع التشغيلي أو المصاريف التشغيلية، ضخ أكبر قدر ممكن من الرواتب، يعني من إيرادات العراق، تحويلها إلى شكل يعني رواتب وإعانات وما إلى ذلك، زيادة طبقة الموظفين. هذا الحقيقة يعطينا اليوم انطباع أن هذه الحكومة تبحث عن كسب ود الشارع، كسب تأييد الشارع للحصول على تأييد هذه الحكومة، وهذا يعطينا أن الحكومة لا تلبي من خلال هذه الموازنة الوعود التي قدمتها. رئيس الحكومة قدم الكثير الحقيقة من الوعود ومن المبادرات بموضوع دعم الاقتصاد، دعم المشاريع الصغيرة، دعم القطاع الخاص وغيرها، المشاريع التنموية. هذه الميزانية الحقيقة جاءت مخالفة لجميع ما تم قوله، فلذلك نجد أن هذه المسألة يعني واضحة. أضف إلى ذلك أن من خلال هذه الموازنة نجد أن السياسة المالية التي تبنتها الحكومة من خلال هذه الموازنة تسير بمعزل عن السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي العراقي. كيف ذلك؟ البنك المركزي العراقي اليوم لديه أو يقع تحت ضغوط كبيرة، مثل ما تعرفون الضوابط التي فرضت عليه من قبل الفيدرالي الأمريكي صعبت عليه مهمة إيجاد حالة من التوازن بين كتلة الدولار وكتلة الدينار. مثل ما تعرفون لا زالت المشكلة قائمة. جاءت الميزانية اليوم بهذه الأرقام الفلكية، بهذه الأرقام الضخمة، الحقيقة زادت العبء على البنك المركزي العراقي. اليوم البنك المركزي العراقي، وزارة المالية تحتاج شهريا حسب هذه الموازنة، تحتاج شهريا إلى 13 تريليون دينار عراقي. جزء طبعا 68% يجب أن يلبيه البنك المركزي، كون هذه 68% هي مبيعات البترودولار، وجزء الآخر يعني تستطيع وزارة المالية تلبيته من خلال الإيرادات الأخرى. فتخيل حجم الضغط الذي سيقع على البنك المركزي المضغوط أساسا. هذا الحقيقة كله ستؤدي إلى إرباكات كثيرة. أضف إلى ذلك مسألة العجز الموجود الآن في الميزانية. هذا العجز يقال أنه هذا عجز تخطيطي وقد لا يتحقق، هذا يعني كلام بعض أعضاء اللجنة المالية في البرلمان، كان هناك حوار معهم سابقا، لكن هذه كلها افتراضات. اليوم نحن نتعامل مع أرقام، مع معطيات، كل المعطيات والإشارات تقول أن هناك مشكلة كبيرة في هذه الميزانية، سيتم إعادتها مرة أخرى. موضوع برميل النفط ربما نتحدث عنه لاحقا، تحتاج إلى تعديلات وإلى تأخير وإلى مزيد من الإرباك إلى الاقتصاد العراقي المرتبك أساسا. فلذلك هذه اعتبر الحقيقة مجازفة ومخاطرة. الجانب زياد، لو أن الموازنة أقرت سنوية يعني بسنة واحدة، تعتقد أن الكثير من المشاكل ربما ستتخطاها، أم أنه لن يغير من الأمر شيء سواء كان السنة أو سنتين أو ثلاث؟ لا بالتأكيد، يعني من يعرف المالية العامة من أهم مبادئ يعني إقرار الميزانيات أو الموازنات، تقديمها مسألة سنوية الموازنة، أن تكون لسنة يعني واحدة، وهذا ما تعمل به يعني أغلب دول العالم، أو يعني دعنا أقول كل دول العالم، تعطيك مجال لسنة كاملة أن تحدد أولوياتك، تحدد الأرقام المطلوبة، تحسب المصاريف في السنة السابقة، وبالتالي المعطيات تكون دقيقة. لكن هم قالوا تحججوا أن هذه السنة الأولى ستكون هي سنة وجوبية، والسنتين الأخرتين ستكون سنوات تخطيطية، بمعنى
يمكن إعادة مراجعة الموازنة في كل سنة وإجراء التعديلات المطلوبة. لكننا اليوم بعد 48 ساعة من تقديم مسودة القانون، قانون الموازنة، نجد أن يعني أهم المتغيرات اللي هو عامل سعر النفط قد تغير، وبالتالي الحقيقة الإرباك بدأ من اللحظة الأولى لتقديم هذه الموازنة. نعم دكتور رافع، دكتورة هداب تحدثت عن إيرادات مالية غير منضبطة، غير مضبوطة، غير مسيطر عليها بحدود 30 مليار دولار، والحكومة تعهدت أنها ستعظم الموارد المالية طبعا من غير الإيرادات النفطية. هذا التعهد في تعظيم هذه الموارد لمنافذ مالية أو أبواب مالية الحقيقة واضح أنها مسيطرة من قبل الميليشيات، إلى ما استندت في هذا التعهد؟ أولا تعهد غير صحيح وغير حقيقي. نعم. لأن كل المنافذ الحدودية الآن بيد الميليشيات، تعرف ذلك، ولا يمكن لها أن تحكم الميليشيات وتستطيع أن تتحكم بهذه المنافذ ومواردها. أعطيك مثالا بسيطا، قبل أسبوعين أثيرت قضية مطار النجف. كل وارداته طوال هذه الفترة من تأسيسه لحد الآن لا أحد يعرف أين تذهب هذه الواردات ولمن يعود هو مطار النجف، لمن يعود. هذا واحد من القضايا، وكثير من القضايا التي يعني حتى الموانئ العراقية أرصفة كاملة تابعة للميليشيات، هي من تتحكم بها وهي من تفرض أسعار معينة بها، وحتى تصديرات النفط وتهريب النفط، قضايا كثيرة لا يمكن. لكن هذا حديث إنشائي، يعني حديث إنشائي. حتى بالحديث عن الموازنة، ودعني أقول لك، عندما نتحدث عن موازنة قيمتها بحدود 150، أكثر من 150 مليار دولار، والعجز بها 150 مليار دولار، والعجز يعني يقترب من 50 مليار دولار. إذا قسمتها ثلاث أقسام، أو قسم 50 مليار عجز، وهذا دين راح يدينه داخليا أو خارجيا، وقسمين أخرى موارد نفطية، لأن الموارد الأخرى غير موجودة. يعني نعم هي افتراضيا على الورق موجودة، تتحدث عن منافذ حدودية، تتحدث عن ما أعرف منه، جمرك، كل هذه صحيح، طائرات تعبر الأجواء العراقية ويأخذون عليها مبالغ، هذه كلها صحيح، لكن هذه غير متحكم بها والدولة غير قادرة أن تتحكم بها. فبالتالي يعني أي موازنة يعني تقر بهذا الشكل غريبة عجيبة. ثانيا يعني هم يعتمدون على سعر لمادة يعني غير قادرين يتحكمون بسعرها، النفط. هذا سعر متغير وهذا عالميا وقضية حتى أخرى. السعر دكتور، هناك سعر افتراضي في الموازنة، بينما العراق يبيع النفط بأقل من هذا السعر الافتراضي. نعم نعم. ثانيا وهو المهم، أنت في أي خطة تضع، أي خطة في العالم كله، أي خطة لإدارة غرفة صغيرة، لإدارة مؤسسة كبيرة، لإدارة فريق كرة قدم، فريق كرة سلة، أنت تضع خطة وتضع خطة بديلة. أين الخطة البديلة في الموازنة هذه؟ نعم. يعني ماذا إذا انخفض النفط؟ ماذا إذا ذهبت كل هذه الموارد؟ ماذا إذا اندلعت حرب أخرى غير الأوكرانية والروسية أو الغلاء في العالم؟ كيف ستتصرف؟ ما هي يعني ما هو البديل عن هذه الموازنة؟ كيف هل نشطب من كل هذه؟ ثانياً لا يوجد في العالم كله بعد 20 سنة تحدثني عن هي جزئياً تشغيلية واستثمارية، 75% تشغيلية و 19% فقط استثمارية، لأن 6.4 من عندها هذه خدمات الدين العام يجب أن تدفعها، وتدفعها أنت من الاستثمارية. وشنو الاستثمارية؟ يقول أنه كل سنة نبني 1000 مدرسة، 1000 مدرسة في بلد حاجته الحقيقية إلى أكثر من 13,000 مدرسة، وأنت كل سنة يزيدون الطلاب عندك، فأنت حاجتك متعاظمة لعدد المدارس، كيف ستبني يعني تنهض بالتعليم وتنهض بالصحة والمستشفيات؟ تحدث عن بناء مستشفيات ب100 سرير ولا يقول لنا ما عدد هذه المستشفيات. نعم. وأين ستنشأ وكيف ستنشأ؟ وبالتالي موازنة مرتبكة، محاولة لذر الرماد بالعيون، محاولة لتعمية الناس، وبيان أنه يعني أشكر. ليس أكثر من ظاهرة صوتية، ليس أكثر، ولا تختلف عن الورقة البيضاء التي طرحها كاظمي. مصطفى الكاظمي قبل وفشلت نفس القضية. أشكرك. نستأذن من الضيوف الكرام ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن الموازنة الجديدة في العراق والانتقادات التي جوبهت بها.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الموازنة المالية الجديدة في العراق لعام 2023 والانتقادات الاقتصادية التي جوبهت بها. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتورة هداب فالح الكبيسي والأستاذ زياد الهاشمي. دكتورة هداب، ورد أيضا في الموازنة أن هناك صندوق التنمية العراقي الذي خصص أو أنشئ للتخلص من تركة الفساد، من البطالة، تحسين الخدمات العامة وبقية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية أو الاجتماعية ذات البعد الاقتصادي. تعتقدين أن هذه مقاربة اقتصادية علمية وعملية جدية للتعامل مع هذه المشاكل المتراكمة خلال 20 عام مضت؟ يعني صندوق التنمية العراقي يحلها أو يحل جزء منها؟ نعم، يعني أكيد إذا لو كانت رؤية علمية صحيحة في الموضوع ممكن مثل هكذا صندوق تنمية ممكن أن يحل المشاكل، ولكن إحنا أساساً مثل ما ذكرت حضرتك لدينا تراكمات، لدينا مشاكل كثيرة، لدينا فساد كبير، وبالتالي صندوق التنمية سوف لن يحل مشكلة بالشكل اللي وضعها هذه الفقرة اللي توقعها، قد يكون توقع شيء آخر يعني لا علم لدينا، ولكن على الأساس أيضا يتم زيادة فيها تعويض الموظفين، تعويضات الموظفين أكثر من 29%، زيادتها رعاية اجتماعية زيادتها أكثر من 14%، يعني هنالك أرقام كثيرة ذكرت في خلال هذا على أساس أنه صندوق التنمية سوف يتعامل مع هذه. زين، هنا السؤال، إذا يعني إحنا في خلال أو من خلال هذا الإصطلاح اللي إحنا الآن به، يعني هي الحكومة أساساً مو لديها وزارات، مو لديها أيضاً مؤسسات هي تقوم بالأعمال، ليش دائماً إحنا نزيد ونسوي ترهل وظيفي، وبالتالي إحنا الآن نحتاج بأن نكون يعني أكثر ملمومين في التعامل المؤسساتي، وبالتالي في التعامل مع دوائر الدولة وإلى آخره، وليس أنه أن نستحدث مؤسسات دولية جديدة، لأنه في خلال من ضمن هذه الخطة لو رجعنا مثل ما ذكرت حضرتك، يعني حتى ضمن قانون الإدارة المالية اللي هو رقم 6 2019، يعني اكو نقطة أساسية مهمة وذكرتها حضرتك، يعني احنا بهالأساس عندنا انه يجب ان لا يتم او لا يكون زياده للعجز اكثر من 3% من الناتج المحلي الاجمالي. طيب احنا الان 36% حسب هذا الحساب 36، والعام الماضي يعني بال 22 وان كان لا توجد موازنه، ولكن اسمحي لي كان الان بالعراق، اسمحي لي، الناتج الاجمالي القومي هذا الناتج يعني المحلي الاجمالي، العفو مو القومي، الناتج المحلي الاجمالي، الناتج المحلي الاجمالي، تمام. نعم. هل هذا التركيب المصطلح متوافر في العراق، ان في العراق ناتجا محليا اجماليا بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الاقتصادي الحقيقي؟ يعني اكيد، لان اكيد لازم انت تاخذ، يعني هي الدول حتى المقاييس العالميه الدوليه عندما تقيس على هذا الاساس، لان تاخذ بنظر الاعتبار، وهم في الموازنه حاطين رقم ناتج محلي الاجمالي يعني يجب ان لا يقل عن 3 بدون النفط، ومع النفط
4.5 تقريبا. فاذا حتى في الموازنه هم عارفين هذه الشغله، الناتج المحلي الاجمالي كل ما تنتج البلاد من سلع وخدمات خلال فتره زمنيه معينه تقدر عاده بسنه، لازم احنا نخلي هذا حتى وان كان عندنا التركيبه الهيكليه للناتج المحلي الاجمالي غير واضحه، او خلينا نقول بالمقارنه مع الدول الاخرى عندنا النفط بالدرجه الاساس، لكن مع هذا كما ذكرت وضع في الموازنه نسبتين بهذا الخصوص، اذا معناها نقطه جدا مهمه ان نفكر في كيفيه التعامل وتقليص العجز الذي كان موجود، وليس أن نأتي بنفقات تشغيلية كبيرة جدا، هذا من جانب. من جانب آخر عملية التعامل مع هذه الموازنة، يعني هنالك فيها كثير من المشاكل، ومع هذا يمكن رح نتكلم فيما بعد تم استنساخها على 3 سنوات. دكتور حتى نظل في صندوق التنمية اسمحي لي، ما نعم. برأيك ما هي أبرز معوقات أو العوامل التي ستفشل هذا الصندوق هذه الخطوة وستفرغها من محتواها ومن جدواها باختصار؟ نعم شكرا. يعني أكيد عدم وجود إدارة صحيحة لإدارة الموارد الاقتصادية والمالية ستفشل من هذا الصندوق، وبالتالي سوف لن يستطيع أن يعمل بشكله الصحيح. نعم أشكرك. أستاذ زياد، الحكومة الحقيقة وهذه نقطة ذكرها دكتور رافع أنها لم تضع خطة بديلة لحماية الحركة المالية إذا ما انخفض سعر البرميل النفط، يعني تعتقد أنه هذا الأمر فاتها أم هي مطمئنة لمسار موازنتها المالية وأنها ستسير بدون معوقات أو مطبات؟ نعم، احنا مساله تقدير هل تعرف او لا تعرف، هل قدرت، نحن في الجانب الاقتصادي ومن يهتم بالجانب الاقتصادي يتعامل مع المعطيات، يتعامل مع الارقام، مع ما يرد من احصاءات. اليوم نتعامل مع الموازنه، مسوده الموازنه هي تعبر عن ماذا دار يعني بين الاطراف الحكوميه التي صاغت هذه الموازنه، وبالتالي هذا ما يعنينا. مسألة الكونتنجنسي بلان أو الخطة البديلة أو خطة الطوارئ الحقيقة مسألة مهمة في بلد مثل العراق قابل للتعرض إلى هزات اقتصادية سياسية أمنية سميها ما شئت، وبالتالي هذه المسألة تعد مسألة أساسية وجوهرية في الموازنة الحقيقة لم يؤخذ هذا بعين الاعتبار. مسألة تسعير يعني برميل النفط ب$70 حسب رأيي تم وضع هذا الرقم قصدا، لان رغم ان هناك معرفه ان العالم اليوم يتعرض لهزات اقتصاديه، انهيارات في البنوك كما تعرفون، هذه المساله معلومه، لكن رغم ذلك تم تقدير $70 للبرميل حتى يمكن تقديم اصغر او اقل قيمه للعجز ممكنه، وهي اللي هي $64 تريليون. نفرض جدلا ان البرميل النفط او السعر التحفظي الذي وضع في الموازنه يعادل $60 أو $55، معنى ذلك أن العجز سيرتفع إلى معدل $80 تريليون. هذا رقم الحقيقة يعني كارثي، من الصعب جدا تقديم مثل هذا الرقم إلى البرلمان لإقرار هذه الموازنة، وبالتالي هم لعبوا على هذه المسألة. هذا جانب. الجانب الآخر في المسودة، مسودة الموازنة ومن اطلع عليها يلاحظ أن الحكومة تشجع بشكل واسع الحقيقة إلى التحرك بشكل كبير على جانب الحكومة. نعم. بوضع هذه الأرقام الافتراضية غير حقيقية، يعني تظلل نفسها أم تظلل الرأي العام؟ هي نعم، أنا يعني راح أجيك على هذه النقطة. نعم. يعني كنت أنا يعني حاول أسترسل في هذه المسألة. الحكومة اتجهت وضعت أبواب كثيرة الحقيقة لتعظيم الإيرادات من خلال إصدار حوالات الخزينة، زيادة الضرائب مثل يمكن تعرفون على المحروقات، على موضوع القروض الداخلية من البنوك الأهلية، وكذلك تشجيع على الاتجاه نحو الاقتراض الخارجي. لم تترك الحكومة العراقية من خلال هذه المسودة ومن يراجعها أي جهة دولية أو جهة مانحة دولية إلا ووضعتها كجهة مقترحة للاقتراض منها، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الكويت، القرض الياباني، يعني كل الأطراف الحقيقة صفحتين بشكل كامل الحقيقة تتحدث عن الاقتراض من هذه الجهات لغرض يعني دعم المشاريع الموجودة
داخل العراق، دعم المشاريع عن طريق القروض وليس عن طريق الموازنة الاستثمارية. هذه الحقيقة يعني من المضحك المبكي الحقيقة أن هذه أن نجد هذه التفاصيل موجودة في الموازنة. فهذه من الإشكاليات. الجانب الآخر أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار أنه فيما إذا ارتفع سعر برميل النفط أكثر من $70، كيف للحكومة تستطيع أن توزع الإيرادات الإضافية التي سيحققها ارتفاع سعر النفط؟ يعني لاحظ أنه يحسبون حساب ارتفاع سعر النفط لكن لا يضعون خطة في الموازنة تتعامل مع انخفاضات سعر النفط. فهذه من الإشكاليات الحقيقة التي شخصناها في مسودة الموازنة. نعم. دكتور رافع، الحقيقة كل الاقتصاديين مجمعون على أن هذه الموازنة الحقيقة وأن روج لها على أنها الأضخم في تاريخ العراق، موازنة تاريخية جاءت بثلاثة سنوات تضمنت الكثير من الوعود العريضة لمعالجة مشاكل واختلالات في العراق، لكن هؤلاء الاقتصاديين يؤكدون أنها لن تنجو من كل الاختلالات والمشاكل التي اعترضت الموازنات المالية السابقة من 2003 وحتى اليوم. هذا واقع الحال الحقيقة أستاذ ماجد. لماذا هذا الاستمرار؟ هذه في بلد الفساد في أعلى ما يمكن، فساد في البلد، في سياسات اقتصادية غير مفهومة وغير حقيقية، في سياسات عامة غير مفهومة وغير حقيقية، أمن مفقود، استثمار غير موجود، هذا كله ينعكس على أدائك السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كل هذه الفوضى العارمة في هذا البلد تحتاج أن تستقر أولا وتضع موازنتك بشكل منطقي وعقلاني، هذه كلها غير موجود. فبالتالي يعني ما روج لهذه الحكومة من البداية أنها حكومة جديدة بوجه آخر بسياسات أخرى بتفكير آخر، وكأنها يعني جاءتنا من كوكب آخر هذه الحكومة، وليست من عملية سياسية فاشلة ورثة من عام 2003 لحد الآن. يريدون أن يروجوا هذه القضية، وهذه ظاهرة صوتية الحقيقة. مثل هذه الموازنة ظاهرة صوتية ليس أكثر. كل اقتصادي ومعك الآن من خيرة العقول الاقتصادية الآن معك في الاستوديو، وتحدثوا الدكتورة والأستاذ تحدثوا يعني بشكل مبسط، يعني لو أعطيوا مجال ويعني شرحوا هذه الموازنة لشهدت العجب الحقيقة. هذه موازنة غير قابلة للتطبيق، مبالغ بها، فيها تضليل، فيها ضحك على الناس، فيها كثير من القضايا. واحدة من النقاط التي تركز عليها هذه الموازنة تقول أنه يعني خلال السنوات الثلاثة القادمة علينا أن نقلل الاعتماد على النفط ونوصل إلى 80%. الآن يمكن ربما البعض يقول لك 95%، وفي وضعنا الحالي في وضع العراق الحالي هو 100%، بس عموما هم يقولون خلال 3 سنوات راح نوصل الى 80%. هذا واحد من الاهداف المهمه في هذه الموازنه تحققها السياسه الاقتصاديه. هذه كذبه كبيره. كيف تحول هذا وانت كل ادواتك التي يمكن ان تجني منها موارد اخرى غير قادر ان تتحكم بها وممنوع عليك نهائيا وليست بيدك؟ هذه وتحدثنا عنها، الموانئ، المنافذ الحدودية، غيرها، هذه بيد قوى يعني قوى أخرى متحكمة، وهي من أقامت الحكومة، هي أقوى من الدولة الحقيقة. فلا يمكن هذه القضايا مشطوبة. ثانيا نتحدث عن النفط، حتى في قضية كردستان والنفط يصدرون نفط 3.5 ملايين برميل يوميا، من ضمنها 400,000 برميل تأتي من كردستان. هذه قضية أيضا في علم الغيب، لأنه يومياً اختلافات وتوقف النفط وكردستان وما ننطي الرواتب، وهذه مشكلة قائمة من 20 سنة، وهذه في كل الموازنات يذكرون هذه القضية ولا تنفذ. كذبة كبيرة أيضاً. نعم. ومشاكل كثيرة في هذه الموازنة، ولذلك أنا قلت أنه بالعودة إلى ما سمي بالورقة البيضاء، نفس القضية. أشكر. نفس الشكل، نفس الإنشاء، صياغة إنشائية ليس أكثر. دكتورة هدى، الحكومة تحدثت في هذه الموازنة الحقيقة بثقة عالية أن لها القدرة على الصمود على مواجهة الصدمات السعرية النفطية، فيما إذا انخفضت يعني أسعار النفط العالمية كما جاء في الموازنة. تعتقدين أن هذه الثقة التي تتحدث الحكومة مستندة إلى شيء، أم كما قال دكتور رافع كلام تعبيري وإنشائي ليس إلا؟
يعني هو طبعا لا يوجد استناد في الوقت الحاضر، يعني حتى لو ردنا نحسب ايش قد الانتاج الغير النفطي، يعني لو نريد نحسبه نجمعه كل تعدى هذا الهدر اللي أنا تكلمت عليه في أول بداية اللي هو 30 مليار دولار، الشيء اللي ممكن إحنا نحصل منه اللي هو غير النفطي، الإنتاج الغير نفطي، يعني لو نريد نحسبه ونعطيه زايد يوصل حوالي 14 مليار دولار، وبالتالي هذا الرقم سوف لن يكون له تأثير بالمقارنة مع حجم الكميات المباعة من النفط التي قد تصل إلى 90 أو أكثر من 90 مليار دولار. يعني هنا هاي النقطة الأساسية اللي هي الحكومة دائما، وذكر أستاذ زياد بالنسبة حتى إلى سعر البرميل النفط واعتماده 70، دائما نقول لازم كان يكون أكو سيناريو، يعني لازم تكون أكو مشاهد، أقلا ثلاث مشاهد سعرية في حالة الارتفاع والانخفاض، وبالتالي حتى يعني يؤخذ حذر. أريد أشخص نقطة أساسية جدا مهمة في هذا، وليس فقط هي إنه الحكومة تقدر تعوض بالصادرات الغير النفطية وإلى آخره، ولكن أيضا لم تذكر الطوارئ، لم تضع نسبة، في حين في قانون الإدارة المالية اللي هو 9/6 ل 2019 يعني أكو هناك 5% لقانون الطوارئ، لم تذكر هذه النسبة. وبالتالي حتى لما ذكرت وأن هذا ستتكرر هذه الأرقام على الموازنات الثلاث القادمة 24 و 25، لم يتوافق هذا مع قانون الإدارة المالية، لسبب في القانون الإدارة المالية المادة الثانية واضحة جدا تقول موازنة واحدة فقط، يعني تحت الفقط لازم نخلي خطين، يجب أن لا تكرر، وترجع في المادة الثالثة تشير إلى أنه يجب أن يكون أو تكون هنالك تنبؤات، وهذه التنبؤات تتخذها الدولة لمدة 3 سنوات، نعم نحن مع هذا الشيء، وترتبط معها المادة الثامنة بأنها تضع في خطة متوسطة الأجل، وهذا كان الذي يجب أن يحدث، يعني أن لا تطلع بموازنة وتذكر بها أننا ممكن إحنا نعوض الصادرات الغير نفطية ونعوض الموارد وبالتالي نحل المشاكل، لا، كان يجب أن تنتبه إلى هذه النقطة في أنها في كيفية التعامل مع الخطة متوسطة الأجل، تضع فيها كل المقدرات البلد وبالتالي تتعامل معها، وعلى هذا الأساس ممكن تحل مشاكل. على سبيل المثال تم الإشارة إلى أنه سيتم استحداث 100,000 وظيفة، طيب هذه 100,000 وظيفة هي تدخل بالموازنة هذه السنة ولا تتكرر على 3 موازنات؟ طيب إذا هذا 100,000 وظيفة لخريجي السنة الواحدة، طيب إحنا خريجي السنة إحنا عندنا حسب آخر إحصائية شباط 2023 عندنا 180,000 خريجي تخرج من الجامعات، طيب زين 80,000 شلون راح تتعامل وياهم؟ هل هو صدق القطاع الخاص راح يمكن أن يحل هذه المشكلة؟ وبالتالي أيضا مثل ما ذكرنا وجود صندوق تنمية إلى آخره، مجموعة مشاكل كتبت ولكنها لم يضع لها التفصيل، وكل شيء عندما لا يضع له التفصيل تصبح الأمور بالتالي غير صحيحة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها والاستناد على مثل هكذا الأمور. نعم. أستاذ زياد، الحقيقة واضح وهذا يعني بإجماع الاقتصاديين أن الموازنة هذه هي الحقيقة ذات طبيعة ريعية، ليس فيها خطط للتنمية ولا استثمارية لدعم مشاريع صناعية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد في حالة انخفاض أسعار النفط. لماذا الاستمرار في الاعتماد على المسار أو النسق الريعي في الاقتصاد العراقي، على الرغم من أنه اليوم لدينا 20 عاما من تغيير سياسي وتغيير يفترض أيضا في النظام الاقتصادي أيضا؟ نعم أستاذ ماجد، هذا يعني المسير بهذا أو التبني أو الاستمرار بتبني النموذج الريعي هو الحل الأسهل بالنسبة لأي حكومة عراقية، الاستمرار يعني مبيعات النفط، أخذ الإيرادات، توزيع كرواتب، وانتهى الأمر. لا يوجد أسهل من هذه العملية، يوجد لدينا نفط نبيعه ونعطي كرواتب، أما الاتجاه باتجاهات أخرى تتعلق بالتنمية، تتعلق بالمشاريع الاستراتيجية، موضوع فتح الأسواق لاستثمارات خارجية وداخلية، هذا الحقيقة قد يعني الحكومة تجد فيه نوع من الصداع الذي لا يراد في مثل هذه المرحلة. المرحلة الآن تتطلب الحصول على تأييد الشارع، أنا مثل ما ذكرت اللمسات والفاعل السياسي في صياغة هذه الموازنة واضح جدا،
المطلوب هو يعني كسب هذا الشارع من خلال هذه الميزانية. لكن حسب رأيي وحسب الأرقام التي وردت في الميزانية، نحن نتكلم على 25% فقط من الموازنة يعني المقترحة تتعلق بالجانب الاستثماري، 20% فقط. لاحظ أستاذ ماجد، 20% فقط من 25 مخصصة للمشاريع الجديدة، بمعنى أنه لا يسمح للعراق من خلال هذه الموازنة من تنفيذ مشاريع جديدة داخل العراق، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية. احنا نتكلم على كم يعني مبالغ تتعد تقريبا بحدود ال 47 او 48 تريليون دينار. كيف يمكن اطلاق عجلة التنمية بهذا المبلغ القليل؟ نتحدث عن العراق اليوم، الحكومة في هذه الموازنة اجهضت الحقيقة اي مسعى لاطلاق عجلة التنمية واطلاق عجلة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بل انها ضيعت فرصة ذهبية. اليوم لدى الحكومة العراقية فرصة ذهبية، عائدات عالية ووفرة مالية من مبيعات النفط، لديها احتياطات مالية عالية بسبب المبيعات والأسعار النفط العالية، لديها قبول إقليمي لا بأس به، لديها قبول دولي لا بأس به، وبالتالي جميع الأدوات والظروف مهيئة لها. لكن رغم ذلك اتجهت إلى الى الى تحويل ايرادات العراق للرواتب ولم يعني تحولها الى التنميه، وقد لا تتكرر هذه الفرصه مجددا. نعم. لهذه الحكومه او للحكومات اللاحقه. هناك نقطه الحقيقه طوال الحلقه ونحن نتحدث عن سيناريو أسوأ فيما اذا انخفضت اسعار النفط، يعني عن السعر المقرر او المتضمن او المضمن في هذه الموازنه، لكن ماذا لو ارتفعت اسعار النفط وبلغت ربما $100؟ أين ستذهب هذه الأموال؟ كيف ستبوب؟ نعم. في موازنة يعني مبوبة أو مبرمجة على مدى 3 سنوات؟ نعم، هذه الفقرة يعني من حسن الحظ أنها موجودة في مسودة الموازنة، أنه أخذوا بنظر الاعتبار أن في حالة يعني ارتفاع سعر البرميل، مبيع سعر البرميل، تشكل لجنة لتوزيع الفائض من المبيعات الذي يعني يزيد عن القيمة الموجودة التحفظية في الموازنة، ويتم توزيعها على من يوزعها على العراقيين. يعني هي قد تذهب بشكل رئيسي للتشغيلية، لأنه الموازنة الاستثمارية الحقيقة إذا حدث انخفاض في أسعار النفط حسب التشغيلية مماثلة 80% من الموازنة. نعم. 150 مليار. نعم نعم، الموازنة الاستثمارية هي الضحية، تكون في حالة انخفاض أسعار النفط ستنقض الحكومة. نعم. عليها وستقوم بتقليصها. أشكرك، خلي اسمع رأي دكتورة هداب ما دامت هي يعني أشوفها تضحك على يعني على قضية توزيع الحصة علينا. نعم. اي نعم، هو اكو دكتورة زارت. نعم. الاسعار مال النفط وين تروح؟ هو بالشكل التالي، هو اشير الى انه في الموازنة هنالك تريليونين 2 تريليون دينار عراقي، هذه راح تروح الى تتوزع كبترو دولار على المحافظات اللي هي اللي مستحقة لهذا الشيء. هذا جانب. جانب آخر، أنت محق في كلامك أنه وين تروح هذه الفلوس، هذا هو اللي ذكروه، وهذا الرقم هم اللي أيضا الأشير إلى في الموازنة الأولية الدرافت الأول. ولكن يعني النقطة الأساسية، إحنا ما عرفنا الحسابات الختامية إيش صار بالسابق. إحنا وصلنا إلى أكثر من $100 نباع سعر النفط البرميل في العام 2022، ووصلنا بعض الأشهر أكثر من 10 مليار كنا نحصل على إيرادات مالية. طيب هذا الحساب الختامي هو الذي كان يبين لنا ويوضح لنا لمن وكيف ولمن ستوزع. هذا الشيء مخفي وغير موجود ومفقود، وبالتالي كل واحد يكتب ويشتغل من الوزارات. دكتور سعد المنشي، الوقت انتهى، دكتور رافع يريد له دقيقة بلكة نحصل وراء كم فلس من الفائض من بيع النفط. لا انا ما راح اتكلم على هذا الموضوع، بس استاذ زياد اشار الى انه هذه فرصه كانت ذهبيه. نعم. بالنسبه لهذه الحكومه، موارد عاليه كذا. هو الاصل في كل هذا، في كل ما نتحدث عنه، هو الاطار الحاكم للعراق. هل الاطار الحاكم للعراق هذه العمليه السياسيه والرؤيه، الرؤيه الاحتلال ومشروع الاحتلال، هو كان يتقصد بناء العراق وازدهار العراق ونمو العراق وبناء تجربه جديده ومزدهر اقتصاديا وسياسيا؟ هو ذا الأصل. كل هذا البرنامج الذي يجري في العراق هو لتدمير العراق، لتأخيره ورميه في 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 يعني
في دهاليز الظلمة، هذا واقع الحال. فبالتالي زادت الموارد، ما زادت الموارد هناك فساد يأكل كل شيء، هناك ميليشيات وهناك مصايب كبيرة. نعم. في ختام حلقة الليلة من طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفه وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وكانت معنا عبر سكايب من عمان الدكتورة هدى فالح الكبيسي الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، وأيضا كان معنا من لندن عبر سكايب الخبير والباحث الاقتصادي الأستاذ زياد الهاشمي. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.